شات الار يا رجال. حبيبي تسلم. تقعد دي ولا قلبك جرير خلاط يا عم؟ اتكل على الله يا عم، اتكل على الله، هو ده اللي ناقص. سلينا نفسنا الواحده ست يبقى نلبس ارانب. يا مين انت بس اللي لابس ارنب؟ احنا لابسين فلاحين. ما هو انا ايه وانتوا ايه؟ ما هي المخرجه الست دي اللي تلبسني ارنب ممكن تخليكوا انتوا كمان تجروا المحرات زي مثلا لا أنا... كله الا كده. انا ما ارضاش اعمل كده ابدا، ده على جثتي. يا ابني افهم، ما دام المخرجه ست يبقى عايزه تكسر عينينا، عايزه تذلنا. احنا عشان رضينا نشتغل في برنامج اطفال يبقى احنا عيال يعني؟ بس ما تقولش عيال. لا احنا كده عيال بقى. ما تقولش عيال، احنا رجاله وهنفضل طول عمرنا رجاله. يا ابني لما ترضى ان مديرتك في الشغل تبقى واحده ست يبقى ما تزعلش يا معلم لما مراتك في البيت تقول لك اكشن، تقول لك ستوب، تقول لك ما تتكلمش غير لما اقول لك. ومين قال ان احنا رضينا؟ احنا رضينا؟ مين اللي قال؟ ده احنا نلبس طرح يا جدعان. ما هي فرق ايه؟ فرق ايه الطرح عن الارنب؟ ما هو اهو لبسنا ارانب. احنا هنسكت يا رجاله؟ لا مش هنسكت، احنا لو سكتنا ما نبقاش رجاله. بس انا عايزكم في ظهري تقفوا ورايا. احنا هنتكلم، مش عايزين كلمه تودينا وكلمه تجيبنا، مش عايزين كلمه من واحده ست تجرينا زي الارانب. احنا مش ارانب. بس عشان داخل علينا اهي، داخله الست هاني. في ايه يا اساتذه؟ احنا عطلانين ليه؟ في ايه؟ شوفي حضرتك، من غير لا ولا عجنه، عشان احنا رجاله ومالناش في الكلام ده. احنا مالناش في لت الستات ولا مؤاخذه. لت الستات؟ شوفي حضرتك، احنا محتاجين مخرج راجل نعرف نتفاهم معاه. احنا ما يشغلناش غير راجل زينا. راجل زيكو؟ متأكدين؟ يعني مش هتشتغل؟ لا احنا عايزين المنتج. احنا كلامنا من الاخر كده مع المنتج. لسوء الحظ بقى انا مش بس مخرجة البرنامج، انا كمان المنتجة. واذا كنتوا ما ترضوش تشتغلوا مع مخرجة ست فاكيد اكيد مش هترضوا تشتغلوا مع منتجة. انا مذهول، انا مش مصدق بصراحة. يعني معقولة في 2016 في ناس لسه بتقول راجل وست ومخرج ومخرجة؟ لا، ومين فنان ممثلين وفي المجال الفني وفي البرامج وفي الافلام؟ مش معقول، مش معقول غير الست اللي وصلت لاعلى المناصب، وصلت لاعلى المراكز، بقت عالمة ووزيرة وبكالوريوس تجارة وسواق التوك توك وكل حاجة. انا مش فاهم الست اللي هي الام والزوجة والحبيبة كلام ديت. انا مش مصدق. هنعمل ايه يا استاذ؟ الظاهر ان لسه بدري قوي، يمكن بعد مليون سنة الممثلين دول يمشوا. ماشي، مع السلامة. وخلي الارنب يستنى. خلاص بالسلامة، دول شكرا. الملابس بقى يا جماعة لو سمحتوا، والنهاردة مالكوش لا غدا ولا قبض. وهاتوا الشاي ده. يا رئيسة، يا أستاذة، معلش أسأل حضرتك على حاجة. يا رئيسة، عايز تعرف انواع الرجاله الحقيقيه ايه؟ بص احنا رجاله في بعض بقى وهناخد راحتنا. لو عايز تعرف انواع الرجاله حطهم كلهم في اختبار صعب وموحد، لان الرجاله بتبان في الازمات معروفه. التحدي الذكوري العظيم اللي هيختبر معدن الرجاله ويفرقهم عن بعض هو يوم واحد تحملوا فيه مسؤوليه البيت، اوضتين وصاله بمنافعهم، بعيل صغير ما يعديش الثلاث سنين. هتظهر لك فورا الانواع الاتيه. اول نوع معانا هو رجل المهام الصعبه، ده اللي بيعمل اتفه المهام باصعب الطرق، فكيك قوي. الولد عمل بيبي فيقلعه 17 قطعه للبسهم له بدون سبب واضح، بالكلور ويحطه في الحوض، ينقعوا ويطلعوا وينشروا، مهام صعبه. الرز مثلا اتلسع، يوم جايب طفايه الحريق وشايل البياض ومقفل الشبابيك ويردم البيت بس عشان خاطر شويه رز. ده طبعا بيخليه يحط نفسه في مواقف صعبه جدا، وعلشان كده في مراجع بتشير اليه برجل المواقف الصعبه. في بقى الرجل العنكبوت، الرجل اللي محروق قوي من اسطوره المالتي تاسكينج بتاعت الستات، ان هم يعملوا حاجات كتير في نفس الوقت. البتاعه دي مكسره الدنيا، الستات عامله بيها شغل خطير، وبيقرر انه يبقى زيه زيها واكتر، فيبدا يعمل 30 حاجه في نفس اللحظه ويتحول لعنكبوت بقى 70 ايد ورجل، يجري من هنا لهنا شعله ما شاء الله. في ساعه واحده بيكون مولع في الستاير وحارق الاكل ومسيح العفش ولاسع العيال ومفحم الباركيه وكاوي الجيران ومشعلل الدنيا، بيولعها خالص بالبوتاجاز اللي في نفسيته دي. ما تعرف حجمك وتتهد، دي ارزاق مقسمها ربنا، لازم تبص للي ربنا مديه لغيرك. تهدي يا اخي. في نوع تاني بقى من الرجل العنكبوت، وده الرجل اللي هو بيبقى شعره منكوش ومبهدل فبيسموه العنكبوت. يعني ينفع تسمي ده وتسمي ده، الاثنين عنكبوت مفيش مشكله. بيبقى فخور قوي بالحكايه دي ومش حاسس ان في حاجه وحشه لا سمح الله، ولا حاسس انه محتاج صيانه ولا اي حاجه. ايه كده؟
عنكبوت كده وعكروت كده. عندنا كمان رجل المستحيل، تخيل ده ايه من اسمه كده، عيش معايا. رجل المستحيل ده اللي مستحيل مستحيل يعمل اي حاجه ولا يقدر يشيل اي مسؤوليه مهما كانت بسيطه، هو اسمه كده. ولو الظروف اجبرته على كده مستحيل يكمل اليوم من غير ما تحصل مصيبه، مصيبه كبيره توصل للاسعاف او المطافي او البوليس او كلهم، مستحيل. في مثلا الرجل الاخضر، الرجل الاخضر ده رجل اللطيف الطيب اللي اول ما بتشيله اي مسؤوليه من اي نوع بيتحول في ثانيه ويبدا يخضر وينتفخ ويتضخم وهدومه تتقطع ويفكر في الانتقام. فتلاقي بقى في انفجارات في المطبخ، اصوات اعتراض مش لطيفه وتهديدات بخطف الولد، حرق البيت، جو شمال كده ملوش معنى، اخضر اخضر مش هزار. في برضه للرجل الاخضر معنى تاني، ممكن يمشي الراجل اللي هو بيغير قميصه من شهر لشهر بيبقى يعني قرب يخضر كده ويبوظ. الرجل الاخضر التاني ده بقى ده صديق مقرب للرجل العنكبوت اللي هو المنكوش التاني، فاكر اخضر قاعد وده منكوش وبتاع، هما جايين من نفس الخلفيه ومتفاهمين على معظم الاشياء، بيفهموا بعض من شمه من نظره، حاجه تقرف يعني. في بقى رجل الساعه، ده اللي اخره يقعد في البيت ساعه، ساعه واحده ويمص بالثانيه، النبي لو اتنططت بعد الساعه دي ما في، مش هتلاقي، انسى رجل الساعه. عندنا كمان رجل المرحله، ده رجل ظريف جدا، تطلب منه اي تاسك في الدنيا بيوافق، بس بيعمل منه مرحله واحده ويعتبر انه كده عمل اللي عليه. يعني مثلا تطلب منه يودي الولد للدكتور، يتصل بالدكتور يحجز، بس اكتر من كده مفيش، لا يوديه ولا يجيبه ولا يجيب ادويه ولا كلام فارغ ولا استشارات، هي مرحله واحده. فلازم اي ست بتتعامل معاه تركز بقى قوي هي محتاجاه في انهي مرحله بالظبط عشان فرصتها ما تروحش. هو رجل المرحله. في كمان الرجل الخارق، ده اللي على طول بيحرق الهدوم والعفش والستاير والسجاد، ده بيعمل خروق، فاهم؟ عشان كده خارق حرفيا، خارق بهبل، فاهم؟ ده بيخرم الدنيا وبيخرم البيت، هو عشان كده مسمينه الرجل الخارق. طبعا ستات كتير عارفاه. في بقى الرجل الخفي، ده اللي مش موجود ابدا، انسى، خفي، يبقى ملقح في البيت طول الوقت، مرمي على الكنب والسراير، اول ما تحتاجه في اي حاجه يختفي، يبقى الرجل الخفي. او قبلها بيبقى خارق، تحتاجه يبقى خفي. هلا في رجاله عندها حاجات كتير، بيبقى اخضر الصبح، يستحمى يبقى عنكبوت، يطلع يتنشف يبقى خارق، تطلب منه يبقى مرحله، تحتاجه يبقى خفي. لا لا، دي ناس معديه، في ناس ما شاء الله. في بقى رجل الازمات، اللي من اول يوم اتجوز فيه وهو في ازمه، وبيطلب من الست انها تستحمله وما تطلبش منه حاجه وتتحمل مسؤوليته لحد، انا عارف انا بضغط عليك معلش انا اسف، انا نفسي اعرف ايه هي ازماته دي، هو عايش كده، رجل الازمه. وفي الرجل الالي، ده يحب يقلي قوي، ده يموت في القلي، سيب له البيت والواد واي وقت واي مده سيبه، بس سيب له طبق بطاطس مقليه كبيره، لو في سمك مقلي ماشي، بيض مقلي، هو بيلاقي نفسه وسعادته في الزيت، بيعوم فيه، اديله البيت والواد وازازه زيت وهو هيزيد، ده الرجل الالي، تلاقيه الي على طول. في بقى سيد الرجاله، عمهم، العمله الندى، النوع ده من الرجاله منقرض للاسف، بيفكروا لو لقوا اي واحد منه يحطوه في محميه طبيعيه، راجل اللي هو بيتحمل المسؤوليه وعارف معنى الرجوله الحقيقي، تلاقيه كده سند وظهر وامان والحاجات الاصل دي، الراجل ده قرب يبقى من الاساطير، هتلاقي اسمه في الصفحه اللي بعد العنقاء والخل الوفي. اقول لك على حاجه، ايه يا احمد؟ في ايه؟ في ايه؟ انا جدتي مره قابلت راجل زي ده زمان وسلمت عليه. وراح فين؟ حنان، احنا جينا يا حنان. الحمد لله على السلامه يا سي حامد، مبارك انك رجعتوا بالسلامه يا اخويا. اعملي شاي للرجاله. امرك يا اخويا. حاضر حاضر. بصوا يا رجاله، انا ابتديت سرقه وانا عندي 6 سنين، عملت 3 عمليات. الف سلام عليك يا كبير. يا ابني عمليات سرقه مش زايده. مبارك انك قمت بالسلامه. عملت 3 عمليات، وفي كل عمليه فكيت السلك، قصدي دخلت السجن 10 سنين. دلوقتي عندي 36 سنة وخرجت من السجن من 3 أيام بس، عشان كده العملية اللي جاية دي لازم تنجح. أنا صغرت مخي ولازم تنجح. هتنجح. البنك ده هنسرقه يعني هنسرقه. اعتبره اتسرق. اهدى بس يا فخم. بس احنا كده لسمنا خطة لا مؤاخذة. عندك خطة؟ خطة ليه يا بني آدم؟ الرجالة بتنفذ على طول من غير خطة. سي حامد، لا يا سي حامد، لازم يكون عندك خطة، لأن أنت لو ما عندكش خطة كل واحد هتصرف من دماغه وهتخبطه في بعض والعملية هتبوظ وهتبقى مصيبة. أنت بنت بتتكلمي والرجالة قاعدة؟ يا لهوي، الحريم بتتكلم في قعدة الرجالة؟ يا لهوي. هنا يا في بيت أنا؟ يا لهوي. من إمتى؟ يا لهوي. من إمتى؟ من إمتى؟ من إمتى؟ ما بالراحة. طيب اهدى يا فخم. دي أخف حاجة عندي. كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول ان ما عندكش خطه وان احنا هننفذ على طول. غبي، من غير خطه
كل واحد فينا هيتصرف من دماغه وهنخبط في بعضينا والعملية هتبوظ يا بني آدم. صح. حنان هاتي بقسماط يا بت. ما يحصل يا أخوي. الخطة كالآتي: العكر هينزلنا على باب البنك الساعة 9 الصبح لابسين الماسكات شايلين السلاح ومعانا شوالين عشان نلم الفلوس. سي حامد بلاش بلاش يا أخويا، ابقى البس الماسكات وطلع السلاح اللي انت مخبيه جوه البنك، لو الحراس يا اخويا يشوفوك ويضربوك بالنار. انتوا تخشوا البنك كانكم عملاء في البنك بالظبط. يا بنت يا بت، انا مش لسه قايل في قعده شغل الرجاله مفيش حريم بتتكلم مع الرجاله؟ مفيش حريم بتتكلم. يا لهوي بتتكلم ايه؟ يا لهوي يا نايمة. اطلعي بره بره بره. حمينا بقى يا حنان بقى. اهدى اهدى بقى، اهدى فخم بقى. بره! ده انت حابب الموضوع بقى. اهدى شوية بقى. عصبتني. اهدى. كنا بنقول ايه؟ قلتوا هتنزلوا الصبح تروحوا البنك. لا مؤاخذة لابسين الماسكات وفي ايدكم السلاح وتقتحموا البنك. ده كلام بهايم! لو عملنا كده الأمن هيشوفنا بالماسكات ويعرف إن احنا داخلين نسرق، مش بعيد يضربونا بالنار ويقتلونا يا غبي. ما بالراحة طيب يا فخم. احنا نخش البنك على إننا عملاء عادي وفجأة نفتح الخزنة ونسرق مليون جنيه. مليون جنيه. مليون جنيه. يا فخم يا فخم يا فخم. الله عليك يا مفتخر الدماغ. انا هسرق مليون جنيه. اتعمل انا بقى اتعمل. والنبي هسرق مليون جنيه. حلوة. ونقسمهم على ثلاثة، كل واحد فينا ياخد 400 وياخد ايه؟ 535. بتفائل بالرقم ده انا لا لا الاقل. 624 دي اسمها مطولة، هنشيل الواحد هنبقى 347 على الواحد. 535 انا واثق من نفسي صدقني. هنشيل الواحد مع الواد ده السنه بس احنا بنشيل مع 330000 330 جنيه 33 قرش و3 مليم. ايه ده؟ يا بنت انت عايزه تموتي نفسك؟ ايه الهوي يا نايمة؟ يا بنت انت عايزه تموتي نفسك وبتدخلي في كلام الرجاله تاني؟ ايه الهوي يا نايمة؟ تاني في كلام. ما تيجي انت تمسك العصابه احسن. ايه الهوي يا نايمة؟ ما تيجي هي تمسك العصابه احسن ونرتاح. ايه حرقتها بقى؟ يا بنت مش اطلعي بره. يا بنت غوري غوري غوري. ما طلعها اسهل من ده كله يا كبير. كفايه بقى. هنقسم المليون جنيه على ثلاثه، كل واحد فينا هياخد 330 تبع 1300 مليم اللي هو الثلاثات اللي قالتها الرقم. اه كل واحد فينا، وهنستخبى شويه لحد ما الدنيا تهدى نطلع نطلع الفلوس ونفكها ونصرف. نفكها. محدش فيكم عارف يحسب حسبه ولا يقول خطه. بهايم. لازم اعمل انا كل حاجه بنفسي، ولا ليكم اي 30 لا ولا ليكم اي 33333 لا. ايه ده؟ اوعى تتحرك، اثبت مكانك. ايه يا بني ادم انت؟ هو ما ايه ظابط؟ ظابط ورايا. صرصار يا اختي. هذا بيطير. يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان. تحت هنا اهو، تحت هنا اهو. صرصار صرصار من ابو شنا من الكبير ده. حسبي حنان. بتعمل ايه يا حنان؟ الصرصار والنبي بقرف. هيطرش. لسه شنبه بيلعب. الله. اتفضل يا سي حامد. بسم الله يا رجاله. بسم الله. انا نفسي تصدق منظر الشرشاطه كان فظيع قوي. خليك راجل بقى. حاضر. بس جاد على البنت حنان. خلصت. احنا هنا قوي في نفسها ودي احلى حاجه. بس مخها فاضي وملهاش اي لازمه وبتتدخل في اللي ليها فيه واللي ملهاش فيه. اقسم بالله لو ما كانت بتتكلم وقت كلام الرجاله لكنت حبيتها. وهي بتعمل كل ده عشان ايه؟ عشان بتحبك يا معلم. يا معلم يا جاب جنسة. يا مصطفى. الله. بيبي بيبي. ايه يا وفاء؟ ممكن اطلب منك طلب؟
ايه قولي؟ ممكن يعني بلاش تنزل لاصحابك النهارده وتقعد معايا شويه؟ ليه؟ انت كل يوم بتنزل تقعد معهم لحد الصبح على القهوه، تقعد تلعب في كوتشينا، تقعدش معايا خالص. ماشي؟ ماشي، مفيش قهوه وخلينا في البيت. اوبا، تسلم ايدك. اهو فوف حبيبتي بقى هي صاحبه فكره اننا نقضيها النهارده في البيت وما ننزلش القهوه، بس هتدفعوا المشاريب. لا يا مروه، مش هرجعك البيت. واه هتجوز عليكي، قلت لك 100 مره انا راجل ولايم متطلبات، وانك لازم تاخدي بالك من شكلك وتهتم بجسمك. ايه يعني؟ ايه يعني الحمل والخلفه؟ منوال الزغبي اتجوزت وخلفت، ومريم فارس اللهم صل على النبي جابت الواد من هنا ورجعت ملكانه تاني يوم. انت بس اللي مش عايزه تاخدي بالك من شكلك وجسمك. مع السلامه. فترة زمنية حبيبي والله. مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي، انت زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي، انت زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي، زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي، انت زي القمر طول الوقت. استني، انت خسيتي شويه؟ المكان ده حلو يا حبيبي؟ كويس. تحبي تبدلي معايا؟ لا. الهوا مش جامد على خدودك؟ لا. الندى مش نازل على رموشك؟ لا. القمر طب مش عاكس في عينيكي؟ لا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ انا شرقت. اللهم اني اسالك رد القضاء، اللهم اني اسالك رد القضاء. ليه يا ربي كده؟ ليه يا ربي كده؟ ده ابتلاء، ده اختبار، اختبار من ربنا. يا ريتني كنت انا، يا ريتها كانت شرقتي. كده حلو. الحمد لله. بفكريني نذبح حاجه ولا اقول لك؟ لا لا، انا هعمل ريمايندر. ثانيه واحده. المنيو يا فندم. تشرب ايه يا حبيبي؟ نشرب حاجه دافيه بقى عشان خاطر الكحه الوحشه دي. ممكن. اوعي تتحركي. اوعي. هموشكت على راسك يا حبيبي، وده يديك الحق انك تكلمني بالطريقه دي؟ أنا تقولي أوعي؟ لا، وكمان تقولي شش، أنا مش قادرة أصدق. اعتذارات الدنيا كلها مش هتعبر عن أسفي في اللحظة دي. أنا عملت كده عشان خايف عليكي من الهموشة. أنت عارفة الواحد مش بيجرح قوي غير لما يكون بيحب قوي. ها يا حبيبي، تحب الشاي بتاعك يبقى بلبن ولا سادة؟ أنا من غير تدخل مني ولا تحكم شايف إن اللبن أفيد. ولا تحبيه سادة؟ سادة 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 سادة.
مرحبا بكم في رجل الأحلام. للنحنحة اضغط رقم 1، لكلام الحب التافه اضغط رقم 2، للزيارات العائلية اضغط رقم 3. مرحبا بكم في رجل الأحلام. للنحنحة اضغط رقم 1، لكلام الحب التافه اضغط رقم 2، للزيارات العائلية اضغط رقم 3، أو اضغط 0 للمساعدة. الرجالة الرئيسية ان هم كائنات بسيطة، اطفال جدا، دي احلى حاجة فيهم، مش محتاجين مجهود ولا ذكاء ولا خطط عشان تاخدي منهم كل اللي انت عايزاه، السر كله في التوقيت. عشان كده انا النهاردة بمنتهى البساطة هقولك ازاي تكسبي اي راجل في 30 ثانية. اول نصيحة انك تختاري التوقيت المناسب. كل راجل عنده حتة كده في حياته لو عرفت تخش جواها هتاخدي منه كل اللي نفسك فيه. يعني عندك مثلا الوقت اللي بعد الماتش، طبعا في حالة فوز فريقه طبعا اطلب اللي نفسك فيه بقلب جامد. الوقت اللي هو بعد ما تحطي قدامه أكلته المفضلة الدسمة وقبل ما يمد ايده عليها وبقه كده ملغوش على كل حواسه التانية، عارف اللحظة دي؟ اخشي مضيع على بياض. الوقت اللي هو بعد ما تعفيه من زيارة عائلية، حبيبي بص احنا مش هنروح عند طنط فلانة النهاردة وعايزة كذا وكذا وكذا، دي ممكن يديكي فيها عينه. الاثنين، ال 30 ثانية اللي بعد فوزه في 10 طاولة بولت استيميشن، بعد ما يحل لغز ميكي، والله احنا في منتهى اللذاذة، تفهين جدا. الوقت اللي انت بتقفشيه فيه بيتشات مع واحدة او بيبص على واحدة معدية، نعم، او اتلخبط في اسمك اتقالي، بس ده لو حصل يبقى يوم ساعدك، ممكن تكتبيه شقه اتفصل باسمك في ثانيه وانت قاعده، لان هو في موقف صعب. الست الناصحه بقى هي اللي تقفش الراجل في الوقت ده، دي الهابي اور. ايوه ازاي بقى؟ ساعه الحظ، ما انا لسه شارح. النصيحه الثانيه بقى، حاولي ان انت تنفخيه. هو ده؟ لا 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 لا، انت دماغك راحت لفين؟ ادخلي معاه في اي نقاش واخسري كده تبقي نفختي. احنا هايفين قوي. والله ده احنا في الحته دي مفيش، والتقدير بياكل معانا وقتي. التقدير خسرك كتير؟ لا يعني هي صعبه دي، ما تعرفيش تخسري؟ لا صدقيني يا بنتي، انت لو خسرتي هتبقى انت الكسبانه، جربيها. النصيحه اللي هقولها دلوقتي صعبه شويه انا عارف، بس بالتمرين تقدري تعمليها وانت سايبه ايديكي. النصيحه دي بجد هتوديكي في منطقه تانية خالص في علاقتك بالراجل، هتعدي البراميل. انك تضحكي على قلشه، لما يقلش اضحكي، خديه على قد قلشه وربنا يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله يعني، وهتدعي لي برضه. طيب نصيحه تانية بقى فيها لبس مربك حبتين. الرجاله صحيح تفصيل ويحبوا الاكل قوي، انت عارفه، بيحبوا مود الاكل وريحه الاكل والحاله بتاعه الاكل دي. بس مش في الهدوم نقطه. البيجامه اللي ريحتها كفته مش حلوه، ديل الحصان اللي ريحته طشه مش طعم خالص. تتنظمي بقى، تعملي جدول تعلقيه على الثلاجه، تلبسي البيجامه بتاعه الكفته امتى والطشه بتاعه ديل الحصان، فاهمه؟ نظميها، هو ذنبه ايه؟ نصيحه بقى غايه في الاهميه، اديله مساحته والتمثيل والاعذار وحطيه في حجمه الحقيقي. يعني ما بيردش على التليفون، مفيش داعي تكلميه 46 مره وتكلمي مامته وباباه واخواته واصحابه وزمايله ونسايبه ومدرسينه وهو صغير. ما هو مش لازم تطوري الموقف بالشكل ده، ما انت برضه بتعملي حاجات غريبه، يعني بتحطي اغنيه سابني وراح يا هوا على الفيسبوك، معقوله للدرجه دي في 5 دقايق عشان ما ردش تكتبي ستاتس فحواها ان ما اقصى ما يمكن ان يشعر به المرء هو الفقد الغير معلن والتجاهل المؤلم القاسي قسوه بروده ليل في شتاء غابات النرويج المطيره واشي فيه ايه وفيلينج ساد ودموع مواساه الاصدقاء والجو ليه كده؟ الموضوع عنده ابسط من كده بكتير. احنا مخنا ما بيجيبش المناطق المتطوره بتاعت حضرتك دي خالص. الراجل هتلاقيه حاجه من الاثنين، يا اما نايم يا اما بيتفرج على مصارعه سيدات ومش مركز معاكي. بس صدقيني مش هتخرج عن كده ابدا، اتك على الصبر. اخر واهم نصيحه معانا بقى، في شويه كلمات ارجوكي بلاش تقوليهم للراجل، لا في خناقه ولا من غير خناقه، ولا في الحرب ولا في السلم. ابعدي عن الرصه دي. بتفكر في ايه؟ انت فين؟ نزل الستاره، ارفع القعده، ما تهزش رجلك، مامتي مامتك معرفش تلاقيها عندك، سيب فلوس، احنا محتاجين نتكلم، لو مهتم كنت عرفت انت اتغيرت، مين نرمينتي؟ هترجع امتى؟ ما تتاخرش، مالك انا احلى ولا مديحه كامل؟ احلف. سمعت الرصه دي تكتبيها برضو عندك في نوته كده وتقريها كتير عشان ما تقوليهاش، علشان تعرفي تعيشي في سعاده وتاخدي من النصايح بتاعتي دي وفعلا هتنبسطي. عرفت ازاي تكسبي الراجل في 30 ثانيه؟ اخر حاجه هقولها لك بقى نصيحه هايله جدا وهتحتاجيها طول الوقت. ازاي تملصي من راجل غلس في 30 ثانيه؟ ها انت بقى بقيتي شاطره وممكن انت بقى تقولي لي ازاي تملصي من راجل غلس بالطريقه دي. سكتي ليه؟ لماحه البنت دي ملصت. مفروسة مفروسة منك، متمرة متمرة أقولك، مفروسة مفروسة منك، متمرة متمرة أقولك إني بروق حمام.
سعاد هكون بعمل ايه يعني؟ بلعب يعني؟ قاعد على قهوه مع الرجاله، انتوا امه اتخانقتوا؟ في دم؟ انا بسأل السؤال في دم؟ ما فيش دم وما بتكلميني اجي من على القهوه ليه يا سعاد؟ في امانه الله ها رجاله، كم بقى والنبي الشوط الاولاني خلص ازاي؟ قطعناهم يا معلم. الالبان حطوا على تشيكوسلوفاكيا الماكينات الالمانيه. اولا الثانيه اسمها الماكينات الالمانيه، سنين انتوا ما لمستوش المايه طول الماتش وكسبتوا بالحظ والحكم. ما لمسناش المايه ازاي يا باشا؟ سنه هو باليه مايه اساسا، وبعدين تفهم انت ايه في التحكيم الباليه؟ لا حوش يالا البانيا اللي بتفهم يالا قوي يالا، ده انتوا يالا البانيا يالا تقليد المانيا، زي ما تشتري تيشيرت ابيبس كده. ايه يا عم بس يا عم انت ده رجاله ايه؟ مش تشيكوسلوفاكيا والبانيا اللي وقعونا في بعض، احنا مصريين في الاخر يا عم مصطفى. ما انت عارف والقهوه دي كلها عارفه يعني ايه البانيا بالنسبه لي. صلي على النبي عم علاء. طب انا مش هرد عليك، الرد في الشوط الثاني. هو ده الكلام، هو ده الكلام صح كده. سيداتي انساتي سادتي، وبهذا تنتهي مباراه كره السله بين امريكا والصين بفوز امريكا 170. انا الاسد. يا سعاد حصل ايه تاني؟ الواد محمد ابني نط من الشباك مات يعني ولا ايه؟ مش فاهم. في كسور؟ انا بسال السؤال، في كسور؟ يعني لما مفيش كسور كانت في دماغك يا سعاد عشان تكلميني وهو مفيش كسور؟ يعني انا اسيب القهوه دلوقتي ومفيش كسور؟ ايه فانا فاضي للتفاهات بتاعتكم دي؟ اقسم بالله انا ما فاضي، انا ورايا هنا هم. عم مصطفى خليك معايا، خليك معايا شوقي. بص بس كده على الحساب عشان ايه معلم مزنهر خالص و... لا وري حسام مشي من غير ما يحاسب اول امبارح؟ ما هو جري. انا اللي شايل الضمنه كلها الثلاث ايام اللي فاتت. لا ده كلام. ايه يا شوقي؟ لا يا شوقي معلش مؤاخذه، لا ده انت كده كلام اربعه سحله وهم في الاساس ثلاثه. انا فاكر كان اربعه، اقسم بالله انا فاكر. ده معلش يا شوقي راجع لي ده وتعالى. شوقي رجع لي ده وتعالى النبي الله يكرمك. شايفه انا ورايا هم امتلت لهنا يا سعاد، لو مشيت الدنيا هتبوظ. عندي 23 10 الطاوله و14 ضمن عاده، 15 ضمن عاده عند مصطفى. يا نهار ابيض طلعوا 15. النبي سعاد الله يكرمك ما تكلميني الا لما يكون في حاجه، لما يكون في وفاه اتصلي بيا، انا هاجي على الدفن على طول، وانت عارفه ان اكرام الميت دفنه، فلو دفنت وبلغتوني تبقوا عملت الواجب الكبير كله. فامنت الله. ها تاخد دي صايمه ولا بطنك وجعان؟ حبيبي يا عم مصطفى هات صايم. بص ماشي، بص دي الله على الصرف. جت كام؟ ما بصيتش. الله على الصرف جت كام؟ الله. ثواني ده شغل بقى، ثواني. حاج محمد الله يكرمك يا حاج، ربنا يبارك فيك. لا ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع عليك الله يعزك. شغل؟ لا مش فاضي والله، ما فيش وقت. لا اقسم بالله ما في وقت. لا ده انا حتى ما عادش على القهوه، ده اتسع حجر ما لحقتش اقعد. ما ابعت لك الواد شريف. شريف يروح له؟ ابعت لك الواد شريف، ايده نظيفه وشغله هو اسمه شريف اصلا عشان هو هيشرفني قدامك، هم بيسموه شريف عشان اساسا كده. ماشي يا حاج محمد، ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع. لا انا ما افضى اجي لك بقى، نعمل احلى شغل ان شاء الله. ربنا يعز. في امانه الله، في امانه الله. يا عم احنا في ايه؟ ها اللي جايه شوف دي. يا عيني يا ليله البيضة. يا سعاد لا يعني اجيب فلوس منين دلوقتي؟ يعني انت مكلماني عشان تقولي هات فلوس؟ انت مش فاهمه اللي فيها؟ يعني انا بشتغل الشغل ده انا اخلقه؟ لا الشغل انا بسال السؤال، مش انا يعني اخلق الشغل؟ يعني انا اجيب شغل منين؟ ما انا قاعد. ما انت فاهمه اللي فيها يا سعاد. اتكل على الله النبي يا سعاد، سيبيني عشان انت عصبتيني كده، عشان انت عارف زيت الرزق والفلوس دي كده بتقرص عليا. فامنت الله يا سعاد، فامنت الله. انا مش فاهم الستات دول ايه، انا مش فاهم. هي النسوان كده عم مصطفى تسيبها تغرق في شبر ميه. فك يا جدع فك، العب. انا مش عارف العب لعبتي بقى اللي بحبها كده. لا ورينا السيرف. الله على السيرف حلوه يا ليلتي البيضاء. ايه يا سعاد ايه القصه تاني؟ ايه البيت ولع؟ انت في الشارع انت والولاد؟ في الشارع هي والعيال في البيت. ماشي قلبي معاك يا سعاد، معلش ابقى اجي. طب انت بتزعقي ليه دلوقتي؟ لا ما انا مش عشان جوزك وابو عيالك يبقى انا المفروض اكون في البيت وهو بيولع. مش قصتي انا خالص، مش اختصاصي انا خالص. ايه الناس دي؟ بامانه الله. بص يا سعاد لما تروحوا تشوفوا بيت تاني يبقى ابعتي لي العنوان وانا اروح عليه. مفهوم الكلام؟ بامانه الله من غير زعيق. بامانه الله. يا عم مصطفى مش عارفين نشرب كوبايه الشاي مع بعض؟ في ايه؟ عندنا دي يا عم علاء. ولع يا شوقي. هما تروحوا بقى يا جماعة، ربنا يديكوا الصحة. أمي
نروح بقى عم مصطفى، الناس كلها ماتت خلاص، انا حتى ما حضرناش جنازاتهم. انا حسابي تقل قوي على القهوه هنا يا علاء، هاخدك العشرة دي ونتكل على الله حتى نلحق شوقي وهو لسه في صحه يجيب ولعه. جد مصطفى، انا ملك بنت محمد ابنك، انا مشفتكش من ساعة لما اتولدت. هو قال لي انك اكيد قاعد على القهوه دي وفي نفس الحته دي. تصدق يا علاء، انا حاسس دلوقتي كاني صغرت 20 سنه. فيك الخير يا حبيبتي. ابوك ده بقى بيديكي فلوس ولا معفن؟ لا بيديني فلوس، هتشوف. اتفضل. ربنا يكرمك يا حبيبتي، روحي انت بقى ارجعي لابوك البخيل ده وانا شويه وهاجي. حاضر يا سلام. مع السلامه. انا هاجي. ها، مع السلامه. ورجعت يا عم علاء، هنحاسب. كفيني لعب بقى. والعشاوي الله يرحمه. حلاوتك يا عم مصطفى. حط عليه.